بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم. النهارده ان شاء الله هنستكمل اخر محاضره لينا في تاريخ مصر في الفتره البطلميه. اتكلمنا على احداث التاريخيه كلها لغايه سقوط الامبراطوريه او الدوله البطلميه وبدايه فتره او حقبه زمنيه جديده لمصر كجزء من الامبراطوريه الرومانيه. وبعد كده خدنا جزء عن الحياة الثقافية في مصر، ازاي كانت يعني الدنيا ماشية. والنهاردة ان شاء الله هنتكلم على جوانب اخرى من المجتمع المصري خلال هذه الفترة. اول حاجة هنلقي عليها الضوء هو The Society in Ptolemaic Egypt، المجتمع وتكوين المجتمع والطبقات المختلفة اللي موجودة في المجتمع في هذه الفترة. What are the main social classes in Ptolemaic Egypt؟ يعني ايه social classes؟ الطبقات الاجتماعية، ايه أهم الطبقات الاجتماعية اللي موجودة في هذه الفترة؟ طبعا obviously the Greeks they were the nationality, they held the same nationality of the king. هم كانوا من نفس جنسية الايه الملك، فبالتالي كان ليهم طبعا امتيازات و prestigious social position، كان ليهم مركز اجتماعي مرموق. The Egyptians they formed a demographic majority. يعني ايه demographic majority؟ demographic يعني ديموغرافي اللي هو السكاني، majority يعني الأغلبية، فهم بيمثلوا الأغلبية السكانية. And also the Jews اليهود، واليهود ازدادت عددهم فترة ورا التانية لغاية حتى ما بعد كده في الفترة الرومانية كان ليهم دور في إثارة القلائل، وكان في دايما مشادات ما بين اليهود وأهل اسكندرية بعد كده. Concerning the Greeks, they enjoyed different or various privileges. يعني ايه privileges؟ يعني مميزات مختلفة. Firstly, they held the higher military and administrative posts. يعني ايه هم كانوا اللي بيحتلوا الوظائف العسكرية والإدارية العليا في المجتمع. They had the highly ranked military عسكري and administrative إداري posts or positions. This is number one. They also owned large areas of agricultural lands. كانوا بيمتلكوا أراضي زراعية كبيرة جدا، ودوت كان نتيجة تشجيع بطليموس الأول على كده. Ptolemy the first and also his successors encouraged the Greeks to come and settle in Egypt and to own agricultural lands, to work in the different positions in administration, to work as mercenaries. يعني ايه mercenaries؟ جنود. To work even as merchants, يعني كتجار. فجزء من privileges ديت اللي هي owning agricultural lands. And also they settled in Greek cities or sitting cities having the same Greek style. سكنوا في مدن يونانية. طب ايه اهم المدن اليونانية اللي ظهرت في مصر في هذه الفترة؟ طبعا بلا شك العاصمة اسكندرية. Alexandria, it was the main city, it was the capital, it was the main harbor of Egypt. خلاص، طيب ايه تاني؟ عندنا مدينة تانية تم انشائها في الفترة البطلمية اللي هي بوتولمايا. خلاص، and it was established in Upper Egypt، موجودة في Upper Egypt، ويقال إن هم كانوا عايزين إن المدينة دي تضاهي أو تنافس مدينة طيبة أو الأقصر المصرية. So it was settled in order to compete or to face the Egyptian traditions in Thebes. طيب عندنا مدن يونانية تانية؟ عندنا مدن يونانية تانية، ارجعوا كده بالذاكرة ورا شوية. لو فاكرين ان احنا قلنا كان في مدينة صغيرة اسمها نايكراتس، ونايكراتس قلنا ان هي كانت موجودة في مصر وكان بيوجد بيها جالية يونانية حتى قبل دخول الإسكندر الأكبر، وقلنا حتى مكانها فين؟ منطقة قوم جعيف، إيتاي البارود، محافظة البحيرة، ويقال إن هي تم إنشائها في العصر الصاوي. فدي تعتبر برضو أقدم مدينة يونانية موجودة في مصر. خلاص، so in addition to Alexandria which was the capital, the harbor of Egypt, we have also Ptolemaia in Upper Egypt in order to compete or to face the Egyptian traditions in Thebes. And we have also the most ancient Greek city in Ptolemaic Egypt. It was founded even before the arrival. يعني ايه arrival؟
يعني قبل قدوم before the arrival of Alexander the Great to Egypt and this city is called Naukratis. It's now in Kom Ghaif, إيتاي البارود بحيرة government. الحقيقة المدن اليونانية كان لها تنظيم معين وكان لها كده مجلس خاص بيها اسمه بتوليمايا أو بلوتيميا. البلوتيميا ديت كانت يعني زي إيه رابطة خاصة بالجالية اليونانية وكل مدينة كان ليها البلوتيميا الخاصة بيها. فلازم نقول برضو إن اليونانيين في البداية كانوا بيتعاملوا مع المصريين بنوع من أنواع الاستعلاء، إن هما يعني كانوا بيبصرهم كده نظرة فوقية شوية. وبعد كده مع يعني النصف الثاني من التاريخ البطلمي بدأ وجود أو عدد كبير يعني عدد المهاجرين اليونانيين إلى مصر يقل، نتيجة طبعا كنتيجة رئيسية لاضمحلال النظام الاقتصادي وقوة البلد. فبالتالي الناس اللي جاية لها من بره ومن بلاد اليونان بدأوا إيه يقلوا، على عكس مثلا النص الأول من الحكم البطلمي لما كان في أعداد كبيرة جدا جدا من اليونانيين بييجوا ويستقروا في مصر. فمع النص الثاني كان بدأ الإغريق يتمصروا ويتشربوا الديانة المصرية ويتشربوا التقاليد المصرية بما فيها من أسماء مصرية وديانة مصرية وملابس مصرية. وأكبر دليل على كده هو اكتشاف عديد جدا من عقود الزواج وعقود المعاملات التجارية ما بين الطرفين. فبالتالي ما كانتش كانت الفجوة ما بين الجنسيتين بدأت إيه تتضاءل بفعل إيه التاريخ وبفعل الحكم يعني التعامل ما بين الجنسيتين دول على مر تاريخ البطلمي. So by the beginning of the Ptolemaic history, مع بداية العصر البطلمي, the Greeks were dealing with the Egyptians as superiors. They considered themselves as superiors, خلاص, over the Egyptians. تمام. But after the second half of the Ptolemaic history of Egypt, the number of the Greek migrants, يعني immigrants اللي هم المهاجرين, to Egypt decreased. بدأ إيه؟ بدأ يقل. Therefore, the Greeks were obviously affected by the Egyptian traditions. They began to wear Egyptian clothes, worship, يعبد, worship Egyptian deities, name themselves by Egyptian names. So the relationships between the Greeks and the Egyptians was obviously strength. يعني أصبحت إيه أكثر قوة وأكثر إيه متانة بفعل التاريخ. This was confirmed by the different marriage contracts which were discovered, the contracts of selling and buying between both sides. يبقى احنا كده اتعرضنا لأول جنسية the Greeks and as we said before they had different privileges. الجنسية التانية اللي هي الإيجيبشنز. الإيجيبشنز المصريين نفسهم بما أنهم كانوا بيكونوا الأغلبية السكانية فكانوا من جواهم منقسمين لعدد من الفئات. أول حاجة فئة ملاك الأرض الزراعية، فئة تانية فئة الكهنة، الكهنة المصريين، الفئة الثالثة فئة الجنود، الجنود المصريين، الفئة الرابعة فئة الموظفين المصريين، والفئة الخامسة والأخيرة فئة العمال المصريين، ودي بتشمل طبعا الفلاحين وبتشمل أصحاب الحرف أو أرباب الحرف والعاملين بالتجارة والكلام دوت كله. So the Egyptians as we said before they continued to be the demographic majority in the Egyptian society or in the society during the Ptolemaic period in Egypt and the Egyptians themselves were categorized into different categories into different types into different social categories and these categories are mainly five. Number one, the Egyptian elite class. يعني ايه elite class؟ اللي هم الناس الطبقة الايه العليا. The Egyptian elite class. And they were mainly the land owners. Number two, the Egyptian priests, الكهنة المصريين. Number three, the Egyptian soldiers, اللي هم الجنود المصريين.
number for the Egyptians employees, employees يعني الموظفين، فهم الموظفين المصريين. And the final social class is the Egyptian workers, including the farmers, the craftsmen اللي هم أرباب الحرف أو أصحاب الحرف, workers in industry and in trade اللي بيعملوا في الصناعة ومجال التجارة. طيب هناخد كده فئة فئة مع بعض نتكلم عليها بالراحة. أول حاجة فئة الـ elite people أو أصحاب الأراضي الزراعية. الحقيقة عشان بس نبقى فاهمين السياسة العامة للإمبراطورية أو الدولة البطلمية، هي كانت بتقوم على فكرة المركزية، وإن الدولة كانت بتتدخل في كل أنشطة الاقتصادية في مصر. فهي أول ما جت قامت بتأمين عدد كبير أو احتكار أو السيطرة على عدد كبير من الأراضي الزراعية التي كان يمتلكها التجار أو كبار مصريين أو كبار المزارعين المصريين. فعدد كبير جدا من هذه الأراضي تم مصادرتها، وبالتالي فإن المكانة الاجتماعية المرموقة لهذه الطبقة بدأت تقل في العصر البطلمي، بالرغم ان هم كانوا بيشغلوا يعني مكانة اجتماعية ومالية كبيرة جدا في العصر الايه الفرعوني. So the first social class among the Egyptians is the Egyptian elite people or the land owners. يعني ايه land owners؟ يعني اصحاب الاراضي الزراعية. The properties of this class، الأملاك بتاعت هذه الطبقة، the properties of this class were confiscated. What is the meaning of confiscated؟ تم مصادرتها أو السيطرة عليها by the Ptolemies. من قبل مين؟ من قبل البطالمة. Therefore, the prestigious social class، المكانة الاجتماعية العميقة بتاعتهم، the prestigious social class and the wealthy status of them and the wealthy status، يعني الطبقة أو المكانة المالية، declined، قلت بالتدريج طبعا أو يعني بنهاية الأمر. تاني طبقة اجتماعية عندنا اللي هي طبقة الكهنة، وعلى عكس طبقة أصحاب الأراضي الزراعية، حرص البطالمة منذ البداية على عدم المساس بأملاك الكهنة أو أملاك المعابد بصفة عامة، لأن كان في أملاك خاصة بالمعابد بتعتبر يعني زي وقف للمعبد، وفي أملاك خاصة بالكهنة. فعلى أي حال، فالبطالمة ما كانوش بيحاولوا يجوا جنب ممتلكات المعابد أو ممتلكات الكهنة، لسبب بسيط جدا، إن هم كانوا بيحاولوا يكسبوا رضا الكهنة المصريين ليدعموهم، علشان يدعموهم في السلطة أو في حكمهم على البلاد. تمام؟ So the Egyptian priests continued to enjoy a great religious and powerful social status. كان لهم مكانة دينية واجتماعية لا مساس بها. Especially by the decline of the Ptolemaic period. ما وخاصة بعد انهيار الدولة البطلمية. ليه بعد انهيار أو بعد يعني بداية اضمحلال الدولة البطلمية؟ Because the Ptolemaic kings who didn't have the political power or the political experience tried to find any type of support to support them among the different uprisings which occurred during that time by the Egyptians. كانوا بيحاولوا دايما بيوصلوا لحد support ليهم أو دعمهم في مواجهة القلائل اللي كانت بتحصل في البلد. So the late Ptolemies tried hardly to gain the support of the Egyptian priests. دي تاني فئة اجتماعية. يبقى احنا عندنا لغاية دلوقتي كام فئة من فئات المصريين. أول فئة اللي هي طبقة ال land owners the elite people، and ودي قلت the Egyptian priests، ودي فضلت زي ما هي، بالعكس كمان هي زادت. The Egyptian soldiers، الجنود المصريين. الحقيقة فئة الجنود المصريين هي من الفئات المظلومة جدا في المجتمع في الفترة البطلمية، ودوت نتيجة إن البطالمة كانوا بيحبذوا الاعتماد على جنود مرتزقة من اليونان، فبالتالي هم وضعهم الاجتماعي بدأ يقل. بدأ يزيد تاني أو يتم تقديرهم مرة أخرى تانية عندما بلقوا يعني عرفوا ان هم يثبتوا نفسهم ويثبتوا كفاءتهم
الحربية في معركة رفح الشهيرة في عصر بطليموس الرابع، وبالتالي بدأ يحصل لهم إيه reconsideration أو reappreciation، إعادة تقدير ليهم ولمكانتهم. So the Egyptian soldiers, they lost their importance because the Ptolemies would prefer to depend on the foreign soldiers. هم كانوا بيحبوا يعتمدوا إيه على الجنود الأجانب. Therefore, the Egyptian warriors lost all their privileges. يعني إيه lost all their privileges؟ فقدوا جميع الامتيازات. طيب هل دي كانت النهاية الضربة القاضية زي ما بنقول؟ لا. Because the Egyptian soldiers showed great military performance. أدوا أداء عسكري أكثر من رائع. During فين؟ In the Battle of Rafia Battle in 217 BC and were therefore highly appreciated. بدأت إيه؟ تظهر لهم إعادة تقدير. يبقى أنا عندي لغاية دلوقتي the land owners, the priests and also the soldiers. The Egyptian employees, الموظفين المصريين. خلي بالكو احنا قلنا ان اليونانيين هم اللي كانوا بيتقلدوا المناصب العليا، كان لهم الاراضي، كان لهم البلوتينيا بتاعتهم، كان لهم الجريك سيتيز. طيب يعني ايه لما بنقول موظفين مصريين؟ الموظفين المصريين دول هم اللي كانوا موجودين في المناصب الاقل تقديرا ماليا واجتماعيا، انما المناصب الاداريه العليا كانت في يد الايه؟ اليونانيين. So the Egyptian employees, the Egyptians held the minor posts in administration, not the major posts, but the minor posts in administration, such as the post of the scribe, مهنة الكاتب. خلاص دي من الوظائف اللي كانت دايما بيحتلها المصريين. آخر طبقة، وبالرغم من أهميتها الاقتصادية الكبيرة جدا، لكن هي أكتر طبقة كانت مظلومة وتعاني من الظلم الاجتماعي وبتعاني من تكبدها لكافة أنواع الأعمال الإجبارية والإلزامية وكافة أنواع الضرائب، ألا وهي طبقة العمال المصريين، زي ما قلنا التي تشمل المزارعين، أرباب المهن، العاملين بالتجارة والصناعة. So the Egyptian workers, they suffered from injustice. Injustice يعني إيه؟ اللي هو الظلم. They suffered from injustice and were obliged with all sorts of duties. كانوا مجبورين بالأعمال المختلفة، compulsory jobs، أعمال إجبارية مختلفة. The Egyptian workers include the farmers of the land, the craftsmen، أرباب الحرف، workers in industry and إيه؟ and trade. The Jews, اليهود. اليهود الحقيقة استقروا في اسكندرية، بعض الباحثين بيقولوا ان هم استقروا في الحي الرابع بالرغم ان دوت مش مؤكد عند الكثير، لكن على اي حال فهم يعني كانت تعتبر مدينة اسكندرية احد المراكز الرئيسية لوجود جالية يهودية لا يستهان بها على انحاء على مستوى العالم القديم، تضاهي الجالية الموجودة في جيروسلم and بابلون اللي هي جوبيل في لبنان. So the Jews settled in Alexandria which became one of the major centers of the Jewish community in the ancient world. يعني أحد المراكز المهمة جدا for the Jewish community، للمجتمعات اليهودية في العام القديم. Parallel to، موازية لإيه؟ Parallel to Jerusalem and also Babylon. طيب تاريخهم بيعود لفين؟ يقال ان بطليموس الاول جلب عدد كبير جدا من اليهود لاسكندريه بعد انتصاره في معركه جيروسلم في 319 او 318 قبل الميلاد. في ناس برضو بتقول ان هو جلب الاسرى اليهود وسكنهم في اسكندريه، وخاصه بعد انتصاره في معركه غزه في سنه 312 قبل الميلاد. يعني ممكن نقول ان بدايتهم كانت مع بدايه تاسيس المملكه البطلميه. بطولمي the first apparently settled number of the Jews in Alexandria. سكنهم. He settled them in Alexandria after his military victory in Jerusalem which occurred in 319 or 318 BC. Others say that he settled many Jewish captives. يعني ايه captive؟ captive يعني اسير، اسرى حرب. To Alexandria after his victory in the Battle of Gaza in 312 BC. طيب
ايه طبيعة الجالية اليهودية في اسكندرية. الجالية اليهودية كان ليها رابطة خاصة بيها زيها زي الرابطة الخاصة بأي مجتمع يوناني. البلوتينيا كان لهم كونسل أو مجلس محلي خاص بيهم اسمه جيروزيا، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، هم كانوا دايما بيشتغلوا كإما جنود مرتزقة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان الأخرى كعمال أو كمرسنريز، مش يعني في بعض الأحيان كجنود مرتزقة، أو في بعض الأحيان كworkers أو عمال. So the Jewish in Alexandria or the Jews in the Ptolemaic Alexandria, they worked as mercenaries or workers. They also had their own community, جالية أو الرابطة الخاصة بهم, which was called Polytenia, like the community which gathered all the Greeks in every city. They also had their own council called Gerousia, اللي هو المجلس المحلي بتاعهم. ده بالنسبة للطبقات الاجتماعية في الفترة البطلمية. طيب بالنسبة لاختصارا كده أو سريعا النظام الإداري في مصر، الحقيقة النظام الإداري دايما الملك البطلمي كان فيه دايما اثنين كده جنبه أو مركزين من مراكز السلطة. أول حاجة المجلس المقدوني. المجلس المقدوني دوت كان بيشمل البادي جاردز أو الحراس، كبار الحراس الملكيين الخاصين بالملك البطلمي، وكانوا دايما بيختاروا من مقدونيا، يعني منشأ البطالمة. وحاجة تانية اسمها الفيلوي. الفولوي دول اللي هم أتباع الملك، أصحاب الملك، ودول كانوا دايما بيختاروا من قبل الناس اللي عندها حكمة وتقدر تخدم الملك وموثوق في وفائها للملك. لو فاكرين سيسيبيوس وأغاثلكيس والناس دي كلها كانت فيلويز، يعني كانت من أصدقاء الإيه الملك. So beside the Ptolemaic king who was the head of the administration in Egypt, we have two important communities or sides that supported the king. The first one is the Macedonian Military Council. What is the role of the Macedonian Military Council? It was mainly the council housing the bodyguards, حراس الملك, the bodyguards of the royal court, البلاط الإيد, البطلمي. We have also the Philoi. Who are the Philoi? The Philoi are the friends of the king, the loyal friends of the king, الأصدقاء الأوفياء للملك. And they were a group of trusted men. يعني trusted men, أشخاص موثوق فيهم, الملك بيثق فيهم. Were consultants to the Ptolemaic king in Egypt. دول أول فئتين. طيب إيه هي أهم الوظائف الإدارية؟ إحنا عندنا كده زي ما أنتم شايفين في الخريطة واحد اسمه دويكيتس وهنتكلم عنه، تحتيه اسمه واحد اسمه نومارشس، وتحتيه واحد اسمه توبارشس، وتحتيه واحد اسمه كومارشس. خلاص؟ واحد تاني اسمه أيكونومس. أوكي؟ وواحد تالت مهم جدا اسمه باتيليكو جراماتيوس. باتيليكو جراماتيوس كان بيشتغل تحتيه واحد اسمه توبو جراماتيوس اند كومو جراماتيوس. وفي النهاية عندنا الاستراتيكوس، وكان بيبقى موجود تحته النومو استراتيكوس. طيب هي من بعيد كده باين ان هي مكلكعة، بس احنا لو فهمناها بشكل مرتب هتلاقيها سهلة جدا معاك. طيب ديوكيتس مين هو اول واحد دوت؟ مين ديوكيتس؟ ديوكيتس دوت هو الحاكم المحلي الاداري العام. خلاص، في بعض الاحيان كان في اثنين من الحكام المحليين او الاداريين في مصر ليقتسم السلطه. تمام، وده كانوا موجودين يعني مع بدايه الحكم البطالمه لمصر. وبعد كده الديوكيتس دوت كان بيقع تحت امرته مجموعه من الناس. So who are the Diocletus or who is the Diocletus? The Diocletus is the chief manager of all the departments of the civil administration. هو المتحكم الرئيسي في النظام الإداري كاملا في مصر. He was the chief manager, البوس بتاع الدنيا كلها, of all departments of the civil administration, الإدارة المحلية. هو ملوش دعوة بالعسكرية، عشان بس نبقى النقطة دي واضحة. This position was held by more than one Diocletus in the 3rd century BC. And the administration of the nomes was subordinated by the Diocletus. هو اللي كان بينظم بقى ايه الاقاليم بتاعت مصر او الحكم الاداري لهذه المقاطعات المصرية.
طيب ده اول واحد احنا شرحناه اهو، ده ديوكيتس. زي ما قلنا هو ايه؟ هي از ذا تشيف مانجر، هو البوس بتاع الدنيا كلها. بيقع تحت امرته مين؟ نو مارشس. نو مارشس هي ذا بروفينشال جوفرنر اوف ايتش نومس. هو كان حاكم مقاطعه. سو الديوكيتس ده حاكم كل المقاطعات، انه مارشس دوت حاكم مقاطعه واحده. معروف ان عدد المقاطعات المصريه زاد في عصر بطليموس ال 12 بطليموس الثاني من 36 مقاطعه الى 39 مقاطعه، والفيوم اصبحت مقاطعه مستقله كان اسمها ارسونيتس على اسم ارسنوي الثانيه. خلاص، فادى دوت لزياده عدد المقاطعات المصريه. تمام، يبقى ديوكيتس was the chief manager as we said. خلاص، and under him we can find number of nomarches. Who is the nomarches? He is the governor of only one nomos, and it was known that the nomes of Egypt increased in number from 36 to 39 by the end of the reign of Ptolemy the second. El Fayum became an independent nome. يعني ايه independent nome؟ أصبحت مقاطعة مستقلة. It became an independent nome and it was called Arsinoetes after the name of Queen Arsinoe the second. تمام؟ هنرجع تاني للخريطة. يبقى أنا عرفت Diocletus he is the chief manager of all administration units in Egypt. And as we said before, we could have more than one Diocletus, even two, by the 3rd century BC in Egypt. تمام؟ And under him we can find number of nomarches. Every governor of every nome is called nomarches. خلاص، تحت النومارشس دوت هيجي واحد اسمه توبارشس. خلاص، أو توبارخس. The governor of the district, topos. خلاص، كل مقاطعة كانت منقسمة لعدد من التوبوس. خلاص، التوبوس دي consisted of number of villages. وجزء التوبوس دوت كان بيبقى شامل عدد من الايه؟ من الفيليجز. الفيليج لوحدها اسمها، او الفيليجز القرى اسمها كوماي، والمفرد بتاعها كوم. ف each كوم was ruled by a كومارشس. تاني، يبقى ديوكيتس he is the chief manager of all the administration in Egypt. Under him we can find, or under his authority we have number of nomarches. Every nome in Egypt was ruled by one nomarches. Under the authority of the nomarch we have the toparches. Who is the topos? The topos is a district. جزء من المقاطعة is called topos. So the governor of a part of the nome, which is a topos, is called toparches. Every topos consists of number of villages. Every village, كل قرية كانت محكومة من قبل مين؟ The comarches. أهي. يبقى Diocletus, he is the chief manager of all the administration system in Egypt. As we said before, they could be more than one. خلاص. The nomarches, he is the manager or the ruler of only one nome. As we said before, the nomes in Egypt increased in number by the time of Ptolemy II from 36 nomes to 39 nomes. And El-Fayum became an independent nome. Under the authority of this man, we can find number of toparches. Who is the toparch? He is the ruler of only one topos. It's a part of the nomos. Okay? And every topos consists of number of villages. Alas, and the village was called comus. So the ruler of every village is called comarches. تمام؟ يبقى ده التقسيم الإداري الجزء الأولاني. طيب الألكونوموس، الألكونوموس دوت كان مسؤول عن التقسيم المالي، أو كان مسؤول عن الجزء المالي اللي هو بقى إيه، إن هو بيجمع الضرائب المختلفة والكلام ده كله داخل كل مقاطعة. So the Oikonomos he was responsible for the financial affairs.
يعني ايه financial affairs؟ يعني كان مسؤول عن الاعمال الماليه الخاصه بكل ايه مقاطعه. يبقى احنا خدنا هنا Deucetes, Nomarches, Toparches, Comarches, Economus اللي هو مسؤول المالي. خلاص هنرجع لبوزيشن مهم جدا اللي هو البازيليكو جراماتيس. مين هو البازيليكو جراماتيس؟ هو الكاتب الملكي الخاص بالبلاط الملكي المصري، وهو كان المسؤول عن الرئيسي عن عملية الإدارة أو التوثيق الإداري. يعني هو اللي كان بيوثق المعاملات الإدارية والتجارية والمكاتبات الرسمية المختلفة داخل مصر كلها. خلاص كان معاه مجموعة من الناس اللي بتشتغل تحت إمرته. خلاص فلما اقول لك مثلا البازيليكو جراماتيوس هو الشخص الكبير، خلاص توبو جراماتيوس هيبقى في التوبوس، افري توبوس كل جزء من مقاطعة في توبو جراماتيوس، وفي كل قرية في واحد بيكتب او كاتب اسمه كومو جراماتيوس. خلاص احنا عرفنا يعني ايه توبوس يعني جزء من مقاطعة، عرفنا يعني ايه كوموس يعني قرية. تمام التوبو جراماتيوس خلاص بيشتغل تحت امرته واحد من القرية اسمه كومو جراماتيوس، والاثنين بيشتغلوا تحت امرة الراجل بقى الكبير قوي بتاع التوثيق الاداري اللي هو اسمه ايه بازيليكو جراماتيوس. So who is the basilico grammatius? He is the royal scribe. هو الكاتب الملكي. خلاص هو المسؤول عن التوثيق. He was the royal scribe in the Ptolemaic Egypt in the Ptolemaic court and he was responsible for administration and registration. Registration يعني ايه التوثيق for the estates and the land. توثيق الممتلكات، توثيق الضرائب، أي حاجة تخص التوثيق. He worked together with two persons. خلاص؟ The royal scribe in the topos. And what is the meaning again of the topos? It's a part of the nomos. So the royal scribe of the topos or of the top part of the nome is called topogrammatius. And also he worked under this man, under the topogrammatius, there was a Como Grammatius. Who is the Como Grammatius? Como, as we said before, is a village. So Como Grammatius is the scribe of the village. كاتب القرية. يعني بيوثق بقى الحاجات المكتوبة، أي حاجة خاصة بالتوثيق في القرية اللي هو موجود فيها. Again, Deucetes, المشرف العام الإداري العام. خلاص. No marches الموجود في المقاطعات، وزي ما قلنا عدد المقاطعات المصرية زاد في عصر بطليموس الاثناشر. توبارشس المسؤول الإداري داخل أجزاء المقاطعات، لأن توبوس هو جزء من المقاطعة. كومارشس المسؤول الإداري داخل القرية. مين المسؤول عن الماليات؟ الأيكونوموس داخل إيه؟ أيكونوموس يبقى داخل النوموس داخل المقاطعات. خلاص في واحد تالت تاني مهم، واحد تاني مهم اللي هو البازيليكو جراماتيس. What is the role of the basilico grammatis? He registered. He was responsible for the registration. He was the royal scribe of the Ptolemaic court. خلاص وتحت امرته بيشتغل مين؟ Topo grammatius inside every topos and the topos is the part of the nomos and Como grammatius who is the royal scribe or the scribe of every village. تمام؟ Strategus. استراتيجوس اهميته، دايما كنا بنعدي على كلمه استراتيجوس ديت كتير. الاستراتيجوس اللي هو الحاكم او المسؤول العسكري الرئيسي في مصر، وكل مقاطعه كان ليها مسؤول عسكري تحتها امرتها، كان اسمه ايه؟ ما دام انا بقول على مقاطعه يبقى اسمه ايه بقى؟ نومو استراتيجوس، اشاره ان هو بتاع النوموس بتاع المقاطعه. الاستراتيجوس دوت بدأ حاكم أو المنصب بتاع الاستراتيجوس زاد قوي نفوذه في عصر بطليموس الثالث، وأصبح هو الحاكم الفعلي أو أصبح هو الذي يجمع بين السلطة العسكرية، وبرضه كان ليه سلطات إدارية مختلفة. يعني امتد نفوذه ليس فقط أصبح سلطة عسكرية ولكن أصبحت أيضا سلطة إدارية. So the strategus, he was the main military leader in Ptolemaic Egypt. The military leader of each nome was called a nomostrategus. تمام؟ As we said before, the power of the strategus, the authority of the strategus, increased in an obvious way by the reign of Ptolemy III.
gained both military and civil powers in his hands. هو أصبح لديه سلطة مدنية وعسكرية. ده كانت ملمح عام عن المناصب. الايكونوميك لايف، الحياة الاقتصادية، هناخد كده يعني ايه حاجات بسيطة. يعني أول حاجة الأراضي الزراعية، ايه تقسيمتها بصفة عامة، ايه أهم المنتجات الصناعية، والشكل التجارة بشكل سريع. الأماكن الزراعية، احنا عندنا نوعين من الأراضي في مصر البطلمية. أول حاجة الأرض الملكية، وما دون الأرض الملكية فهي أرض خاصة. يبقى الأصل في التقسيمة إن احنا بنقسم جزئين شقين، تمام؟ أرض ملكية وأرض غير ملكية، أرض مملوكة من قبل الملك وأرض غير مملوكة من قبل الملك، عشان بس إيه نسهل الدنيا. خلاص، الأرض غير مملوكة من قبل الملك كان من ضمنها أنواع بقى كتير. أرض مثلا حاجة اسمها أرض مقدسة، حاجة اسمها الإقطاعيات العسكرية، حاجة اسمها أراضي الهبة، أرض اسمها أراضي خاصة، أرض اسمها أراضي مدن، تمام؟ يبقى the agricultural lands in Egypt were mainly classified into how many types? Into two main categories. Into two main categories. The first land is the royal land اللي هي جي بازيليكا، خلاص؟ And the second type is the private land جي إن أفيزيا، خلاص؟ يعني مش شرط نعرف الاسم اليوناني بس نبقى فاهمين بس ايه التقسيمه بشكل كده ايه عام. So we have how many types of lands? Royal lands جي بازيليكا and private lands جي إن أفيزيا، تمام؟ وتحت and the private land itself is could be categorized into five types. The private lands جي إن أفيزيا could be categorized into five types. The sacred land, military land, land in held in gift اللي هي أراضي الهبة، private land, cities land. تمام؟ طيب ناخد الجزء الرئيسي من الأراضي الزراعية، the royal land. The Ptolemaic king considered to be the owner of all lands in Egypt. زي ما قلنا إن أهم حاجة في الاقتصاد في مصر في الفترة البطلمية كان بيقوم على منطقة المركزية. كان بيقوم على مبدأ إن الحاكم أو الملك البطلمي هو المزارع الرئيسي، هو التاجر الرئيسي، هو الصانع الرئيسي، هو اللي كان بيتدخل في بشكل كبير جدا وواضح جدا في كيف احتكار الصناعات، في احتكار التجارة، في السيطرة على أسعار السلع، في السيطرة على جزء كبير من الأراضي الزراعية المصرية. فـ the Ptolemaic king was the owner of all land properties in Egypt. خلاص؟ except the properties of the temple and the 30 properties. بشكل عام كده هو الملك الرئيسي لإيه؟ لأي أرض. هو طيب هو الملك الرئيسي هو هينزل يعني يزرع؟ لا، هو اللي كان بيحصل إن كان بيحصل كده مزاد علني، تمام؟ كل سنة لتأجير الأرض. خلاص، ويبدأ المزاد يتفتح وكده، واللي يرسي عليه المزاد ياخد جزء كده من الأرض ويبدأ يستأجرها من الملك في مقابل مالي، والباقي بيروح عائده إيه لخزانة الملك في مقابل إن الدولة هي اللي بتحدد المحاصيل التي يتم زراعتها. يعني شوفوا درجة إيه التحكم، هي الدولة هي اللي بتحدد للمزارع إيه المحاصيل اللي هو لازم يزرعها. Officials from the financial affairs، موظفين من الإدارة المالية في مصر، made an annual auction. What is the annual auction؟ مزاد علني سنوي. خلاص، an annual يعني سنوي، auction يعني مزاد علني. To rent parts of the royal land. يعني إيه to rent parts of the royal land؟ لتأجير. To rent parts of the royal land to the farmers. خلاص، these farmers were ordered. كان بيتم إيه أمرهم كده أمر to cultivate the crops which were determined by the government. هم بيزرعوا الأرض أو بيزرعوا المحصول اللي هو بتحدده الدولة. ده أول type اللي احنا اتكلمنا عنه، خلاص. The second type is the private land, جي إن أفيزيا. This type of land included all types of land which were not owned by the king. أي أرض غير مملوكة بقبل الملك، تمام؟ هي أرض خاصة.
تمام. وزي ما احنا شايفين كده في الشكل بتاعنا، هي مقسمة لأكتر من نوع، تمام، 5 أنواع رئيسية. خلينا نشوف كده. The private land جه in Ephesia could be categorized in 5 types: sacred land جه Eoya, military lands جه Clerotia, land held in gift جه in Doria, private land جه Ktimia أو Ktimata, cities land جه Politica. زي ما قلنا الأسامي اليوناني مش شرط تبقى عارفها، بس يعني مجرد تبقى عارف التقسيمة ماشية ازاي بالإنجليزي. ذا ساكريد لاند، ساكريد لاند ديت هي الارض المقدسه، ومن اسمها واضح ان هي اراضي الايه، المعابد واراضي الكهنه. وزي ما قلنا ان المصريين الكهنه، يعني الكهنه المصريين احتفظوا بعدد كبير او بجزء كبير جدا من اراضيهم الزراعيه في الفتره البطلميه، وخصوصا في النص الثاني من العصر البطلمي، ليس حبا في الكهنه المصريين، ولكن محاوله لايه، لان هم يكسبوا ثقتهم ويخلوهم يدعموهم في مواجهه الاضطرابات المختلفه اللي كانت موجوده في مصر في هذه الفتره. So the sacred land, it was owned by the temples and the priests of the temple. The Ptolemies remained the properties of the king of the land to gain the support, خلاص, to gain the support of the a of the Egyptian priests, علشان يقدروا ياخدوا الايه الدعم كهنة المصريين. طيب يبقى احنا قلنا royal lands, as we said before, the Ptolemaic king was the main farmer, the main owner of all agricultural lands. An annual auction was made every day, every year, in order to rent parts of the lands. يعني ان هو يستأجر أو يؤجر عدد من الأراضي الزراعية. The farmers were obliged to cultivate determined crops determined by the government. هي دي اللي بتتزرع. Every land which is not owned by the king was a private land. And the private land, as we said before, is categorized into 5 types. The sacred land, and from its name, it's the sacred land devoted to, مقرصة لمين؟ To the priests and also to the temples. And they remained as it is because the Ptolemies tried to gain the support of the Ptolemaic king. The second type of the private land is the military land. ودي كانت مملوكة من قبل الجنود، زي ما قلنا في الأول خالص لو أنتوا فاكرين، إن اليونانيين جم مصر اشتغلوا كتجار، اشتغلوا في الوظائف الإدارية وامتلكوا أراضي زراعية. الجنود اليونانيين كان بيتم منحهم أراضي زراعية كبيرة جدا، بحيث إن هم بعد تقاعدهم من الجيش البطلمي بياخدوا بقى قطعة الأرض دي بقى إيه ويزرعوا. So the military land is the second type of the private lands in Egypt. It was owned by the Greeks, especially the Greek mercenaries who settled in Egypt, beside the lands which were owned by the Egyptian warriors. بالإضافة طبعاً للأراضي اللي امتلكها الجنود المصريين، وخصوصاً بعد إيه، by the half or by the second half of the Ptolemaic history. أنا لغاية دلوقتي عندي كام نوع من الأراضي الخاصة؟ The sacred land, which is owned by the priests and the temples, the military land, which was owned by the Greek mercenaries and also the Egyptian warriors. خلاص، النوع الثالث اللي احنا هنتكلم عنه land held in gift. Land held in gift اللي هي جاي in دوراي. It was a type of a giveaway land. يعني هي أرض هبة، يعني بيحبها الملك لبعض اليونانيين الذين تقلدوا مناصب إدارية عليا، والملك ليه الحق إن هو يسحبها منهم في أي وقت. يعني الراجل أو صاحب المنصب دوت يسيب منصبه، فهو ممكن ياخد الأرض الزراعية بتاعته، عشان كده اتسمت بأرض الهبة. هي بتوهب من قبل الملك، ويمكن إيه إن الملك ياخد بقى الهبة بتاعته دي تاني. So the land held in gift, it was a type of a giveaway lands. Giveaway lands هي أرض هبة. To the high officials of Egypt, the Greek officials of course, and the Ptolemaic king had the right to get these lands back. هو يسترجعها. He had the right to get these lands back if the official left his position. في حالة إن الموظف إيه
ساب وظيفته لأي سبب من الأسباب، يقدر يسترجع الملك إيه؟ الأراضي، الهبة اللي هو خدها. يبقى أنا لغاية دلوقتي عندي الأراضي المقدسة sacred lands، عندي military lands، وعندي أراضي الهبة، يبقى land, health and gift. These are the three types you talked about for the private lands. خلاص؟ طيب إيه ال private lands ديت؟ اللي هي من الآخر هي مملوكة من قبل كبار المزارعين، ناس عندها أراضي زراعية. كانوا كتير؟ لا، ما كانوش كتير، بس ظهرت عندنا في الوثائق. ظهرت. So we have also private lands which were owned by the individuals or يعني من قبل أفراد، wealthy individuals، من قبل ناس غنية شوية. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عندي أربع أنواع من الأراضي الخاصة في مصر. آخر نوع cities land. إيه هي cities land؟ السيتيز لاند باختصار ان الناس اللي كانت بتسكن المدن اليونانيه زي اسكندريه وبوتولومايوس كان عندها الحق ان هي تمتلك اراضي داخل هذه المدن. يعني مثلا انا ساكنه مثلا في اسكندريه، خلاص يبقى انا ليا الحق ان انا امتلك ارض زراعيه في اسكندريه. فلان مثلا ساكن في نيقراطيس وهو يوناني، فهو ليه الحق ان هو يمتلك اراضي في نيقراطيس، وهكذا. تمام؟ يبقى cities land اللي هي دي بوليتيكا. It was a type of lands inside the Greek cities. The inhabitants of the Greek cities in Egypt, such as Alexandria, Naukratis, Ptolemais in Upper Egypt, had the right to own agricultural or to own lands in general inside these cities. Once إن هو ساكن في هذه المدينة, he had the right to own agricultural or lands inside these cities. احنا شفنا المجتمع عامل ازاي، اهم المناصب الاداريه، اهم انواع الاراضي الزراعيه، الاندستري. الحقيقه احنا عندنا برضو بنركز وبنؤكد ان الصناعه depended on the monopolization. يعني ايه monopolization؟ احتكار. الدوله احتكرت الايه؟ الصناعه. And we have three important types of industries in Egypt: the olive industry, textiles اللي هي المنسوجات, and other products. هنشوف كده مع بعض. الأوليف إندستري، مصر كانت معروفة بصناعة الزيوت بشكل كبير جدا. و it was totally monopolized by the government. يعني إيه totally monopolized؟ تم احتكارها بشكل كامل جدا بكافة جوانبها من قبل الحكومة. هي اللي كانت بتحدد الأسعار، هي اللي كانت يعني بتعمل كل حاجة. أوليف أويل، سيزمي أويل اللي هو زيت السمسم، سافلاور أويل اللي هو زيت القرطم، وده نبات كده معروف في مصر. كاستر أويل اللي هو زيت الخروع، were the most famous types or well-known types of oils which were produced in Egypt during that time. Textiles، برضو مصر كانت مشهورة جدا بصناعة التكستايل، وخصوصا الكتان، الكتان المصري طبعا. ومارست عليه الدولة نوع من أنواع الاحتكار الكامل، في مقابل مثلا صناعة زي صناعة المنسوجات الصوفية، خلاص كانت بتحتكرها بس بشكل جزئي وليس كلي. تمام؟ Egypt was famous for its textiles. كان معروفة في مصر ايه المنسوجات بتاعتها، and especially linen production which was totally monopolized by the government، التي تم احتكارها بشكل كامل من قبل ايه الحكومة. As for the wool products، بالنسبة لمنتجات الصوف، they were partially controlled by the Ptolemies. يعني ايه partially؟ كان يتم السيطرة عليها بشكل غير ايه غير كامل زي الليمون. Other products، ايه هي other products اللي كانت مشهورة بيها مصر؟ papyrus طبعا. وفاكرين كده لما قلنا في زمان خالص ايام الاسكندر ان مصر البرد دوت بتاعها كان اثينا كانت بتهتم بيها علشان توثق الحضارة بتاعتها والكلام ده كله. فطبعا Egypt was a source of the papyri and it was a source of the production of this type of writing tools. Pottery، خلاص different types of pottery were produced in Egypt. Glass، الزجاج. Beer، اللي هي القاعة. Wine، النبيت. Perfumes and also jewelry. Trading in Ptolemaic Egypt، التجارة في مصر انقسمت طبعا زي ما احنا عارفين كده في التجارة الداخلية والخارجية. الحقيقة لو اتكلمنا عن التجارة الداخلية طبعا برضو حصل لها احتكار من قبل الدولة. الدولة كانت هي اللي بتحدد الأسعار المختلفة، وخصوصا تجارة ايه
أكيد هتبقى تجارة إيه؟ تجارة القمح. لازم الدولة بتتدخل بشكل كامل جدا في موضوع تجارة القمح وتحديد الأسعار وكيفية بيعها بشكل يعني إيه رهيب. So it was monopolized by the government which allowed the exchange of goods in a limited way. يعني سمحت بتداول السلع ما بين بعضها البعض بشكل محدود جدا. The prices were determined, totally determined by the government. تم يعني إيه تحديدها من قبل الحكومة بشكل كامل. Especially the grain, محصول الإيه القمح. The grain was the most important good which was totally controlled by the Ptolemaic. دي بقى ما فيهاش هزار. هو اللي بيحدد أسعارها، هو اللي بيشوف طريقة تداولها إزاي. External trade كان فيه كذا عامل ساعد على ازدهار التجارة الخارجية في مصر، أهمهم طبعا هي بناء مدينة اسكندرية باعتبارها أصبحت العاصمة وأصبحت الميناء الأول المطل على البحر المتوسط، بالإضافة لإنشاء عدد كبير من الموانئ على طول البحر الأحمر. لو رجعنا بالذاكرة ورا شوية العصر بطليموس الثاني، قلنا إن الراجل ده اهتم جدا بقصة الموانئ على البحر الأحمر، خلاص. فده برضو أدى لتنشيط التجارة الخارجية بالذات. برضو كان معروف ان مصر كانت بتجلب انواع عدد من البضائع من الشرق وتعيد تصديرها مرة اخرى للغرب بسعر اعلى، فده طبعا در على الدولة مبالغ طائلة ومكسب كويس جدا. So concerning the internal trade in Egypt in the Ptolemaic period, the external trade of Egypt increased because of different factors. خلاص ايه هي الفاكتورز دي؟ the establishment of Alexandria overlooking the Mediterranean Sea to be the main harbor in Egypt. This is number one. Also, many other harbors were established overlooking the Red Sea. And this also resulted in the flourishment, the increasement of the trading relationships between Egypt and the Azeri countries. Many goods were imported from the East and exported once again to the West in a higher price. كانوا بياخدوها وبيبيعوها بثمن ايه؟ دي كانت محاضرتنا، آخر محاضرة لينا إن شاء الله بإذن الله في الترم دوت عن الجوانب الحضارية المختلفة. أتمنى تكون المحاضرة مفهومة إن شاء الله بإذن الله وبالتوفيق.